في الذكرى الثالثة لمجزرة سنجار 6000 مختطف أزيدي لدى داعش. قوات النظام السوري تخترق الهدنة وتقصف قرى وبلدات في ريف حمص الشمالي. وقوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة في ميدي في حجة. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الملف العراقي. إذ كشفت إحصائية جديدة نشرتها المديرية العامة لشؤون الأزيديين التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان العراق، كشفت عدد ضحايا تنظيم داعش من الأزيديين منذ الثالث من شهر آب أغسطس من عام 2014 وحتى اليوم، وبعد مرور 3 سنوات على الإبادة الجماعية التي تعرض لها الأزيديون في سنجار ومع اقتراب نهاية داعش. نعرض لكم مشاهدين في التقرير التالي أبرز الحقائق والأرقام التي تذكر بالمأساة التي لم ينساها أهالي سنجار. الأيزيديون، هذه الأقلية التي تبحث عن سلام والتي على مر العصور تعرضت ل 73 حالة إبادة جماعية حفرت آثارها عميقا في نفوس أبنائها، فعاشوا بعيدا عن البشر عهدا طويلا حتى تكررت المأساة في الثالث من آب عام 2014 عندما شن تنظيم داعش عليهم في سنجار هجوما وحشيا أباد منهم من أباد وأسر من أسر وسبى وخطف من خطف بعد أن أحال أرضهم إلى خراب. تعود الذكرى هذا العام والأيزيديون لا يزالون يعانون الأمرين حتى مع انحسار تنظيم داعش عن الكثير من المناطق التي احتلها، فبحسب آخر إحصائية نشرتها المديرية العامة لشؤون الأيزيديين التابعة لوزارة الأوقاف في حكومة إقليم كردستان، فإن عدد الأيزيديين في العراق الذي بلغ قبل اجتياح تنظيم داعش لقرى سنجار ونواحيها كان 55,000 شخص، نزح منهم 360,000 بينما قتل أكثر من 1,200 شخص. في طيات هذه الأرقام العملاقة أورد التقرير أن عدد الأطفال الذين تيتموا من الأب تجاوز 1700 طفل، بينما بلغ عدد من فقد أمهاتهم 407 أطفال، أما من باتوا أيتام الأب والأم معا فقد تجاوز عددهم 300، ولا يزال 220 طفلا يعيشون بلا أب أو أم كون آبائهم وأمهاتهم لا يزالون مختطفين لدى تنظيم داعش. ولا تنتهي فصول المأساة هنا، فبحسب البيان عثر على 43 مقبرة جماعية حتى الآن في سنجار والقرى والنواحي التابعة لها، فيما دمر عناصر التنظيم 68 مزارا ومرقدا دينيا أيزيديا. وجاء في البيان أن عدد المختطفين الأيزيديين تجاوز 6,000 شخص، لا يزال أكثر من 3,000 منهم مختطفون لدى داعش. وتعليقا على الموضوع قال حسام عبد الله مدير المنظمة الأزيدية للتوثيق إن هناك أكثر من 3,300 امرأة أزيدية مختطفة لدى داعش، مضيفا في مداخلة له مع أخبار الآن أن أطفال هذا المكون هم الفئة الأكثر تضررا من إرهاب التنظيم. حسب الإحصائيات التي لدينا هناك أكثر من 3,300 امرأة ومختطفة ومختطفة لا زال مصيرهم مجهول لحد هذه اللحظة. شريحة الأطفال شريحة متضررة جدا، واليوم تم إنقاذ إحدى الطفلة صغيرة لا يتجاوز عمرها 7 سنوات، منذ 3 سنوات بالتحديد كانت مختطفة في 3 آب 2014، والذي أنقذ هذه الفتاة بقينا نبحث عن من هم أهلها، لأنها بسبب ما تعرضت له خلال 3 سنوات نسيت حتى لغتها الأم ونسيت اسمها واسم والدها ووالدتها، وتتحدث باللغة العربية الفصيحة، وأصبح بالنسبة لدينا نعتبر هناك مسح لأفكارهم وإعادة يعني لدماغهم بشكل آخر. بالتالي هذا دليل واضح على شدة هذه الجرائم التي ارتكبها داعش بحق المكون الأيزيدي. إذن على ما يبدو لن تندمل جروح ومآسي الفتيات الأزيديات، فكل يوم تتكشف تفاصيل فظيعة عما حصل لهن. انتهاكات جنسية هي أبرز ما تعرضن له، وقصص لا يمكن أن نصدق أنها حصلت في عصرنا هذا، قصص ووقائع روتها زوجات مقاتلي داعش التي التقت بهن مفدتنا جنان موسى في مخيم عين عيسى في الرقة أثناء رحلتها الأخيرة.
سوق سبايا وفحوصات كشف العذرية وتجارة مربحة، كل هذا حصل بالفعل مع الأزيديات بعد اقتحام داعش لسنجار. مقاطع مشاهدين اخترنا لكم جزءا يسيرا منها نعرضها عليكم الآن على أن ننشر ما تبقى على صفحات التواصل الاجتماعي لنتابع. فالرجال اللي لقوه بسنجار كلياتها هذيك قتلوها، لأنه هن الكفار أصليين فلازم نقاتل كلياتهم. قتلوهم كل الرجال البالغين أكيد قتلوهم، والنساء كلهم جمعوهم، والرجال اللي منا بالغة يعني 10 سنين أقل 9 هيك أخذوهم هيدول، فجمعوهم كلياتهم مكان لواحد النساء. فقال للنساء انه كلياتهم يسلحوا من تحت وجابوا دكتور. فلما اجى هيدا الدكتور يجي يشوف مين البنت ومين المتزوجه، لانه اكيد ما راح يعرفوا مين البنت مين المتزوجه، وخصوصي اني كانوا ما بعرف شو يحكوا. فجابون صاروا يكشفوا عليهم، هيدا الدكتور يكشف عادي يقول هيدي بنت هيدي متزوجه هيدي بنت هيدي متزوجه. صاروا يقسمون البنت لواحد والمتزوجه لواحد والعبيد لواحد، وحطوا البنات لواحد المضافي والمتزوجات المضافي لواحد. فبعدين المقاتلين اللي كانوا قاتلوا في سنجار كانوا كتار، هني ما بعرف قد، فكل واحد طلعت له سبي منهم ووزعوا الباقي. فشو اسمه ولما وزعون اول ما صارت السبايا، يعني اول الجنود يعني صاروا ها شو سبايا يعني فينا ننام مع عادي، فصاروا ياخذون واللي عنده سبي مثلا اذا رفيقه يقول له خذ نام مع انت، يجي ثاني يوم رفيقه الثاني خذ يقول له خذ نام مع انت، كل يوم يجي واحد ينام مع ينام مع نفس الواحد، كل يوم يجي واحد غيره ينام معه. انا كان زوجي اللبناني الاول كان في رفيقه عنده سبي، فقال له انا بدي بيع هالسبي. عم قال له طيب انا معي مجموعه على التليجرام، هيدي المجموعه اسمها سوق للسبايا، هيدي هيك اسمها سوق للسبايا، كل جنود الدوله فايتين فيها. فكتير شفت صور للسبايا انا، يعني شفت بالتليجرام كانت سوق للسبايا، يبعثوا صوره السبي لابسه وحاطه مكياج وظاهره يعني الجسد وهيك، مثلا يقولوا هيدي السبيب بسعر كذا، هيدي السبيب سعر هيك، كل سبيب إلى سعره، وإذا كانت حلوة يكون غالي، إذا كانت حلوة بكر يكون غالي كتير، وصلت ل 30,000 دولار السبيب هناك. وشو اسمه، فزوجي هناك تواصل مع المجموعة وصار يبيعوا سبايا مع بعض، فهمتي كيف؟ صار هيك يبيع لهيداك وهيداك ما عارف شو، صار كتير هيك يعني سبايا وما سبايا، وهيدي كانت بس المجموعة بس خاصة للسبايا، بس يبعثوا صور للسبايا وهيك، بس كانت خاصة هيدي للسبايا. فشو اسمه، وكان في هيداك الجندي هيداك كان كتير بيبيع التاجر بالسبايا، وكان يجيب عبد كتير، وكان كتير يحب سبايا يجيبهم ينام معهم ومدري شو، يحب كتير يغير. كل مرة تلاقيه جايب وحدة. تزوجته كان عندها ولدين من زوجها الأول، وزوجها الأول قصته الدولة يعني. فلما قصته الدولة أخذها هذا السوري، فبعدين عاشت معه فترة، فوتها ما اعتقنت يعني اعتنقت الإسلام معه ودخلت معه علشان الإسلام، فقامت تزوجها وجابت منه بنت. فلما جابت بنت أول شيء تزوجها بالعراق هو، بعدين جابها على سوريا. لما إجا على سوريا كان في واحد رفيق وقال له ليش ما بتتزوج زوجة ثانية، فقام تزوج واحدة سورية صغيرة كانت بالعمر، قالت لي يمكن شي عمرها 15 سنة، وهي زوجته ما حبلت منه من زوجها، بس السبية كانت حامل منه عندها بنت. ايه، فبعدين صارت كتير بتغار من السبية وصارت كتير تعمل لها مشاكل، لحد زوجها جابها على المضافة زتها وراح. ولدت هديك السبية وجابت بنت، فأجا زوجها أخذ منها البنت وتركها، وكانت بنتها عمرها يمكن شي يوم يومين لما سمع فيها انه ولدت اجى اخذ البنت وراحت.
ميدانيا حشدت القوات الأمنية العراقية المشتركة العشرات من تشكيلاتها في إطار الاستعدادات لعمليات تحرير مدينة تل عفر التي اعتبرها داعش مقرا بديلا بعد خسارته لمدينة الموصل. هذه التحشيدات العراقية تتزامن مع المعطيات الميدانية التي تشير إلى أن التنظيم منهار وهيكلة قيادته مضطربة. الزميل حسام الأحبابي والتفاصيل. بينما تستعد القوات العراقية لعمليات تحرير تل عفر من احتلال داعش الذي اعتبرها مقره البديل إثر خسارته عاصمته الرمزية الموصل، يشهد هذا التنظيم وضعا منهارا على مستوى مقاتليه وهيكلية قيادته، فضلا عن كون المدينة من الناحية العسكرية أسهل بكثير من عمليات الموصل لا سيما مدينتها القديمة. إذن ليست هناك توقعات يمكن أن تنبئ بمعارك شرسة، هذا هو العنوان الرئيس لعمليات تل عفر. أما معطيات القوات العراقية بالتزامن مع وضع داعش المنهار فيمكن اختصارها بالنقاط الآتية: عديد مقاتلي داعش يتراوح بين 1500 و2000 مقاتل، وهو ليس عددا كبيرا مقارنة بالأعداد التي كانت القوات العراقية تحتملها في الموصل. هروب أغلب قادة داعش الأجانب وبعض المحليين إلى وجهات أخرى خارج حدود العراق الشمالية أو الغربية. اعتماد قادة داعش على المقاتلين المكلفين بمواجهة القوات العراقية الذين بقوا داخل تل عفر أكثر من الذين هربوا إلى المدينة قادمين من الموصل. ضعف معنويات المقاتلين المحليين بعد تعرض الكثير منهم لعقوبات شديدة من قيادة داعش، وصل بعضها إلى الإعدام بسبب ما وصفه التنظيم خذلانهم بموقعة الموصل. فرض قيادة داعش الإقامة الجبرية على عائلات المتبقين من مقاتليه وقادته ومنعهم من الهروب إلى خارج تل عفر، وهو ما يفسر محاولة التنظيم إجبار مقاتليه على القتال. الاعتماد على الإنغماسيين الانتحاريين أكثر من المقاتلين الميدانيين بسبب قلة عددهم. وفيما يتعلق بالأوضاع الأخرى الخاصة بطبيعة تل عفر فهناك أسباب أخرى تقوض قدرة داعش على المطاولة بمواجهة القوات العراقية، أهمها الطبيعة الجغرافية لمدينة تل عفر ذات مساحات مفتوحة قياسا بمناطق الموصل المكتظة برغم وجود بعض التضاريس المعقدة. انخفاض عدد العائلات والمدنيين المحاصرين في تل عفر قياسا بالذين كان يستخدمهم التنظيم دروعا بشرية في الموصل. الحشود العسكرية الكبيرة التي هيأتها القوات العراقية لمعركة تل عفر والتي لا يمكن مقارنتها بعديد داعش المنخفض جدا. إذن وفق التقديرات العسكرية على الأرض التي وضعها قادة القوات العراقية فليست هناك سوى منطقة واحدة في تل عفر، وهي حي السراي الذي يتشابه إلى حد كبير مع المدينة القديمة في الموصل. لكن الفارق المهم بين المنطقتين هو قلة المدنيين المحاصرين بهذا الحي، وما عدا حي السراي فيمكن استخدام عربات ومدرعات خلال عمليات تحرير بقية مناطق تل عفر الأخرى. أحييكم من جديد. في سوريا خرقت قوات النظام اتفاق خفض التوتر الذي تبنته روسيا في ريف حمص الشمالي بعد ساعات من بدء سريانه. وقال مراسلنا إن قوات النظام قصفت أهدافا في قرى وبلدات في ريف حمص الشمالي بالقذائف والأسلحة الثقيلة، مضيفا أن القصف شمل بلدات تيرمعلا وأم شرشوح والفرحانية وغرناطة، فضلا عن قرية عقرب المحاذية لمدينة الحولة. انضم اليوم الخميس ريف محافظة حمص الواقعة وسط سوريا إلى المناطق التي يطبق فيها اتفاق وقف التصعيد، حيث بدأ تفعيل الهدنة ظهر اليوم ليشمل 84 تجمعا سكنيا شمال حمص يقطنها أكثر من 140 ألف شخص. والاتفاق يعد الثاني من نوعه بعد اتفاق هدنة في غوطة دمشق الشرقية، والذي تم بضمان روسي ورعاية مصرية. وأوضح المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف أن الاتفاق يشمل 84 مدينة وبلدة في ريف حمص الشمالي، مشيرا إلى أن الهدنة لا تشمل مسلحي داعش والنصرة. وقال كوناشينكوف إن المعارضة المعتدلة تعهدت بطرد جميع الفصائل المرتبطة بهذين التنظيمين من مناطق سيطرتها في حمص، وكذلك إعادة فتح جزء من طريق حمص حماة. وستقيم الشرطة العسكرية الروسية اعتبارا من يوم الجمعة معبرين في منطقتي حرب نفسا والدوير، وثلاث نقاط رصد في مناطق الإحميرات وقبيبات وتل عمري على طول خط التماس في المنطقة.
وستتولى هذه الوحدات مهمة الفصل بين الطرفين المتنازعين ومتابعة تطبيق نظام وقف العمليات القتالية، فضلا عن ضمان إيصال المساعدات الإنسانية وإجلاء المرضى والمصابين دون أي عوائق. كما أكد كونشينكوف أن المهام الإدارية اليومية في منطقة تخفيف التوتر بما في ذلك استئناف عمل مؤسسات الحكم والمؤسسات التعليمية والاجتماعية أوكلت إلى مجالس محلية، وذلك علاوة على تشكيل لجنة العدالة الوطنية التي ستضمن ممثلي المعارضة والمجموعات الطائفية والعرقية والسياسية المقيمة في المنطقة. أبو خالد الفرنسي وأبو عبيدة التونسي اثنان من أفراد تنظيم داعش كانا في مدينة الطبقة في ريف الرقة قبيل تحريرها من احتلال داعش. ناشطون سوريون نجحوا في التقاط صور حصرية لهما قبل طرد داعش من ريف الرقة. التفاصيل مشاهدين مع الزميل يمان شواف. أبو خالد الفرنسي أحد أفراد داعش في الرقة سابقا، يحمل الجنسية الفرنسية، عمره حوالي 33 عاما، كان يقيم في مدينة الطبقة، بايع تنظيم داعش عام 2013 هو ومجموعة من الشباب قادمين من أوروبا إلى سوريا. دخل سوريا من منطقة الراعي، خضع لمعسكرات تدريبية في ريف حلب. طبعا هذا فيديو سري يظهر فيه أبو خالد وهو جالس أمام أحد المحال في الطبقة في ريف الرقة. يعد هذا الشخص من الشخصيات الهامة في تنظيم داعش، حيث أنه يقوم بتجنيد الشباب عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي للالتحاق بتنظيم داعش، كما أنه أسس شبكة تجنيد لها ارتباطات خارجية. كان يتردد هذا الشخص كثيرا لمقهى يدعى سمايل نت، طبعا هذا المقهى كان في مدينة الطبقة قبل أن يتم تحريرها من تنظيم داعش. أبو عبيدة التونسي هو تونسي الجنسية، عمره حوالي 27 عام، مبايع لتنظيم داعش منذ سنتين تقريبا، متزوج من سوريا، لديه منها طفلة، كان يقيم داخل مدينة الطبقة، يعد من أقوى الشخصيات في مجال الإرشاد والدعوة. كان هذا الشخص يجتمع بالناس كثيرا في مسجد الحي الأول، كما يقوم بتصميم المطويات الدعوية ويقوم بنشرها مع الحسبة. في هذا الفيديو السري أيضا يظهر أبو عبيدة وهو خارج من أحد المحال في مدينة الطبقة، يبدو بيده حاملا حقيبة كمبيوتر محمول. وبحسب مجموعة الناشطين التي تقوم على توثيق أسماء أفراد داعش في الطبقة، فإن أبو عبيدة التونسي له صديق مقرب منه جدا اسمه أبو أسامة، تونسي أيضا. بعد تحرير مساحات واسعة في ريف الرقة وحصار داعش داخل الرقة، فر كثير من أفراد التنظيم وقياداته، ولم يعرف بعد مصير أبو خالد الفرنسي وأبو عبيدة التونسي، إن كانا فر إلى دير الزور أو إلى الرقة، أو قاما بتسليم أنفسهما لقوات سوريا الديمقراطية كما حدث مؤخرا بعد تخلي التنظيم عن أفراده، حيث وجد بعض أفراد داعش فرصة للهرب من هذا التنظيم. إلى اليمن، حيث أحكمت قوات الشرعية سيطرتها على طريق إمداد للحوثيين ومواقع أخرى عدة في مديرية ميدي في محافظة حجة الحدودية مع السعودية. جاء تقدم القوات الشرعية بعد معارك ضد الانقلابيين بدعم من طائرات التحالف التي شنت 22 ضربة جوية على أهداف المتمردين. أكد وزراء إعلام الدول الداعية لمكافحة الإرهاب أهمية العمل على التصدي للحملات الإعلامية الداعية لخطاب الكراهية الذي ترعاه حكومة قطر. كما أكد وزراء الدول الأربع المجتمعون في جدة على الرفض القاطع للدعوة الموجهة إلى تسييس الحج والزج بهذه الشعيرة الدينية في خدمة أهداف سياسية مغرضة. أحييكم من جديد مشاهدينا الكرام، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. جولتنا الصحفية القصيرة مشاهدينا لهذا اليوم خصصناها للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الغد الأردنية التي نقرأ منها: واتساب يخطط لطريقة جديدة لكسب المال.
يختبر مطورو تطبيق واتساب حالياً ميزة جديدة تتيح للمستخدمين التواصل مع الشركات التجارية عبر رسائل آمنة، وهي واحدة من الخطوات التي ستمكن واتساب من الحصول على المال من تلك الشركات. الميزة تسمح أيضاً للمستخدمين معرفة ما إذا كان حساب الشركة التي يتعاملون معها موثق من طرف واتساب أم لا قبل الشروع في المحادثة. اخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الحياة، ألمانيا تجرب تكنولوجيا كاميرات تتعرف إلى الوجوه في محطات القطارات. في مشروع يمتد لمدة 6 أشهر وضعت السلطات في ألمانيا كاميرات هي الأولى من نوعها للتعرف إلى الوجوه في محطة قطارات الرئيسية في العاصمة برلين لتعقب وضبط المشتبه بهم وتميزهم عن بقية المارة في محطات القطارات. ونطالع من صحيفة الوئام السعودية، فيسبوك تعمل على تطوير جهاز محادثة فيديوية. تعمل شركة فيسبوك على تطوير جهاز محادثة فيديوية مخصصة للمنزل بحجم جهاز الحاسب المحمول، وتفيد التقارير بأن فيسبوك تعمل أيضا على تطوير جهاز منزلي صوتي ذكي، وأن الأجهزة يمكن أن تكون متاحة في أقرب وقت ممكن. وصحيفة الوطن مشاهدينا عنونت بين صفحاتها لهذا اليوم: روبوت في السويد يقوم بالأعمال البنكية دون توقف. استعان أحد أكبر المصارف في السويد برجل آلي يجيب على الأسئلة المالية ويعمل مسؤولا على خدمة العملاء في المصرف على مدار السنة، وزود الروبوت بكميات هائلة من البيانات ويتميز بقدرته على أداء كثير من المهام. ختاما مشاهدين من صحيفة اليوم السابع المصرية، وسناب تستعد للاستحواذ على شركة صينية تطور طائرات من دون طيار للسيلفي. تحاول شركة سناب المطورة لتطبيق سناب شات شراء شركة صينية تطور طائرات من دون طيار مزودة بكاميرا عالية الدقة مخصصة لالتقاط صور السيلفي. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا. هي وجهة يقبل عليها ذو البحوث العلمية والابتكارية ليجدوا يد العون والمساعدة. استقبلتنا نحن أيضا في تلك الجهة التي تعمل فيها نائبة للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، هي أيضا أستاذة الهندسة في إحدى الجامعات المصرية، وحظيت باختيارها من قبل مجلة مسلم ساينس بأنها ضمن 20 شخصية مؤثرة في العالم الإسلامي. هي وجهة يقبل عليها ذوي البحوث العلمية والابتكارية ليجد يد العون والمساعدة. استقبلتنا نحن أيضا في تلك الجهة التي تعمل فيها نائبا للمؤسسة العربية للعلوم والتكنولوجيا، وهي كذلك أستاذة الهندسة بإحدى الجامعات المصرية، وحظيت باختيارها من قبل مجلة مسلم ساينس بأنها ضمن 20 شخصية مؤثرة في العالم الإسلامي. الدكتورة غادة عامر التي خططت لمستقبلها منذ الطفولة وتفوقت على أحلامها. موضوع تحديدا مسلم ساينس دي كانت نقلة نوعية في حياتي، بمعنى ان انا ما قدمت لهاش وما كنتش اعرف اصلا ان في جائزة اسمها كده. القصة كلها ان انا بدأت اشتغل مع المؤسسة، وطبعا ده يعني ما كانش عشان انا غادة عامر، لا، كان عشان خاطر انت شغال مع مؤسسة محترمة وصلتك لكل الناس اللي محتاجة تغير فكرها باستخدام علم التكنولوجيا. قدرت عن طريق البرامج دي ان انا اعمل حاجات معاهم ان احنا نقدر نوصل اكبر قدر من الناس في العالم العربي والاسلامي. ومن قبل اختيرت ضمن أقوى 100 امرأة عربية في قائمة أرابيان بيزنس، ولما لا وهي من اقتحمت ألعابا يصنفها المجتمع بالذكورية، فقد حصلت في أوائل المرحلة الثانوية على عدد من البطولات في مسابقة الشطرنج، وأيضا لعبت كرة القدم. دخلت بطولة من وأنا صغيرة في لعبة الشطرنج، وخدت مركز أول على مستوى دول الخليج في لعبة الشطرنج رجال وسيدات. على الرغم من أنها أستاذة في الهندسة ولها باع في البحوث العلمية المسجلة باسمها، إلا أنها ارتأت أن البحوث تخدمها وحدها وليس لها مردود مباشر على المجتمع، فكان انضمامها للمؤسسة خطوة نحو تحقيق أحلامها. بعد ما خلصت موضوع أن أنا بقيت أستاذ مساعد وأن أنا عملت البحوث اللي هي في مجال الطاقة، قررت أن أنا هشوف أي عمل خيري أو عمل تطوعي، إنه بس كان برضو طموحي أن يكون في علوم وتكنولوجيا، يعني مش عاوز برضو العمل التطوعي التقليدي. مؤسسة العلوم والتكنولوجيا تقدم برامج ومسابقات عدة لأصحاب الابتكارات،
وتمكنهم المؤسسة من تسويق واستثمار منتجاتهم وإظهارها للعلن بالمجان. بدأنا نعمل ورش عمل تدريبية نعلم أساتذة الجامعة إزاي يتكلم بلغة البيزنس، يعني إزاي أنا أقول مثلا فكرة البحث المردود الاقتصادي بتاعها على المجتمع إيه. بعد كده بقى عملنا برامج موجهة، اكتشفنا في 2004 إن المرأة مش موجودة في العلوم التكنولوجيا قوي، مع إن موجودة كتير جدا في الأرض يعني في المعامل والكلام ده، فعملنا حاجة اسمها تمكين المرأة باستخدام العلوم التكنولوجيا. كان فكرته إن إحنا نجيب الراجل والسيدة، لأن المؤتمر المرأة هو مش معناه بس المرأة، إحنا بنتكلم من جميع الجوانب، إيه المشاكل اللي عندكم، ليه هي مش مظاهره، ليه مش مظاهره في القياده العلميه او القياده التكنولوجيه. عملنا مسابقه تانية اسمها صنع في الوطن العربي، وكانت خاصه كل دوله تعمل صنع، مثلا في مصر صنع في الامارات، من المشاريع التخرج بتاعه الطلبه ومشاريع الابحاث العلميه. وعلى الرغم من تلك المهام التي تؤديها غدا، الا انها في النهايه ام لاربعه ابناء، معادله صعبه تغلبت عليها ووزنت بين اسرتها وطموحها. غدا عامر امراه لها مفاهيمها الخاصه تجاه الحياه، فتعريف الفشل في قاموسها بأنه وقود للنجاح، ومن لا يفشل لا يذوق حلاوة النجاح. ليست فقط مؤهلاتها العلمية التي وضعتها ضمن 20 شخصية مؤثرة بالعالم الإسلامي، لكنها أيضا أضافت بخدماتها للمجتمع المدني ما يؤهلها أن تلهم بإنجازاتها المجتمع بفئاته العديدة. لأخبار الآن، رمضان المطعني، القاهرة. خبرنا الأخير من عالم الرياضة، إذ أعلن نادي باريس سان جيرمان تعاقده مع المهاجم البرازيلي نيمار لمدة 5 سنوات، ونشر الموقع الرسمي للفريق الباريسي صورة لنيمار مرفقة بخبر التعاقد معه حتى عام 2022، وأكدت صحيفة ليكيب الفرنسية أن باريس سان جيرمان سيقدم لاعبه الجديد في ملعب حديقة الأمراء عند الساعة 1:30 بتوقيت باريس. وقبل ختام النشرة مشاهدين، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. في الذكرى الثالثة لمجزرة سنجار، 6000 مختطف أزيدي لدى داعش. قوات النظام تخرق الهدنة وتقصف قرى وبلدات في ريف حمص الشمالي. وقوات الشرعية اليمنية تسيطر على مواقع جديدة في ميدي في حجة. بهذا إذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. إذن أعود ألتقيكم مشاهدينا الكرام بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء، كونوا معنا.